السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كيف تنجو من كلام الناس؟ كتير جدا من الناس بيبقى متضايق ان الناس تتكلم عنه، الناس تقعد تلسن عليه، الناس تقعد تطلع عليه اشاعات، الناس تقعد تقول عليه كلام بذيء. كتير من الناس بيتضايقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق جل وعلا له وللمؤمنين: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب فين العلاج يا رب العالمين؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بداية أحبابي وإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، عايز أقول لحضراتكم إن مفيش حد في الكون ده كله هينجو من كلام الناس. حتى رب الناس سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي خلق الخلق وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، ومع ذلك الدنيا الآن فيها كم مليار واحد من البشر يا جماعة؟ فيها تقريبا 7 مليار، منهم أو 7 مليار ونص، منهم 1.5 مليار مسلم، و6 مليار يكفرون بالله عز وجل ويقولون في حقه جل وعلا ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. خدت بال حضرتك؟ يعني ده الله، الله جل جلاله سبحانه وتعالى صاحب الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى وجل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ألسنة الناس، الصحابة لم يسلموا من ألسنة الناس، ونحن نعلم جميعا كم من عياذا بالله من أصحاب العقائد الفاسدة، من يسبون في أصحاب النبي، ومن يسبون حتى في أمهات المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لم يسلم النبي من كلام الناس، وتريد أنت أن تسلم من كلام الناس. لكن عموما هناك وصفة حتى لا تشعر بضيق من كلام الناس. أولا، استعن بالله عز وجل وأكثر من الدعاء أن يكفيك الله عز وجل شر الناس. ده وصفة عظيمة جدا. ثم الوصفة التي جاءت في تلك الآيات العظيمة، قال جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. بتضايق جدا، أنك يضيق صدرك بما يقولون، بالكلام اللي بيقوله الناس عليك. نعمل إيه يا ربي؟ قال لك 3 حاجات اعملهم ان شاء الله سيذهب من قلبك ومن صدرك اي احساس بالالم من كلام الناس. مش هتنشغل بكلام الناس، الناس يمدحوك او يذموك او يقولون عنك خيرا او يقولون عنك شرا، ولا يفرق معاك، لان اللي يفرق معاك في الوقت ده حاجه واحده بس، ان ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنك سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، الوصفه: فسبح بحمد ربك، ادي رقم 1، وكن من الساجدين، ادي رقم 2، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، ادي رقم 3. فسبح بحمد ربك، اكثر من قول سبحان الله وبحمده. ولقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. يعني ممكن الإنسان يتسلط عليه الناس ويقولوا عنه كلام مش كويس، أو يتسلطوا عليه بالسب أو الشتم أو غير ذلك بسبب ذنوب الإنسان. ممكن تكون ذنوبي أنا هي اللي مسلطة علي الناس، فلما أسبح بحمد ربي تغفر ذنوبي ولو كان مثل زبد البحر. فلما تتغفر ذنوبي، الله عز وجل يرفع عني هؤلاء الناس ويبعد عني هؤلاء الأشرار الذين يتكلمون في حقي. طيب، وتاني حاجة قال: وكن من الساجدين. ليه؟ لأن الإنسان لما بيسجد بيقترب من الله سبحانه وتعالى، فيكون في حفظ الله وحمايته وكلاءته سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: واسجد واقترب. عايز تقرب من ربنا، اسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وزي ما كنت بقول لكم زمان،
تنزل تحت تطلع فوق، كل ما تسجد بين يدي الله كل ما ترتقي درجة في الجنة، لأن الذي قال ذلك هو سيد ولد آدم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، الذي قال فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله أكبر. إذا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واستمر على الحالة دي لحد آخر لحظة في حياتك. قال جل وعلا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا هو الموت. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الإيمان وعلى التوحيد لآخر لحظة في حياتنا، وأن يكفينا شر شرار الخلق. لكن لا تنسوا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان يستخدم